طيب النهارده كمان هيئة الرقابة الإدارية عملت حملة على محلات وصيدليات ومخازن بعض المناطق لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع المطلوبة بسبب كورونا زي الماسكات والجوانتيات والمطهرات والكحول وغيره وغيره. دي سلع خلصت من الأسواق أو أسعارها ارتفعت جدا جدا. وقالت في بيان ان ده بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حمله تم ضبط فيها 66382 قطعه من المستلزمات الطبيه والمطهرات و9000 ماسك طبي و4000 جوانتي، طبعا مش 4000 جوانتي، 4000 علب من الجوانتي يعني، ومطهرات زي الكحول وغيره، وتم احاله كل المتورطين الى النيابه. طيب معانا على التليفون اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. يا سيادة اللواء اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني عندي اسئله كتير جدا لحضرتك. الفتره اللي فاتت دي حصلت يعني ازمات في السوبر ماركتات وفي الصيدليات وفي الاماكن البيع الحيويه، انه الحاجات خلصت مش موجوده، الناس بتخش تشتري مطهرات مش لاقيه، الناس عايزه تخش تشتري كحول مش لاقيه، فالناس ابتدت تتساءل الحاجات دي ليه، واكتشفنا بعد كده انه في تجار الواحد يقول عليهم ايه يعني، اصل دي ده مش وقت ده يحصل فيه كده، الازمه دي مش وقت نعمل فيه كده، مش وقت نخبي الحاجه ونشيلها عشان بعد كده نرفع في الاسعار، فرد حضرتك ايه على الكلام ده؟ ده يعني ثقافه المواطنين. كل الاجراءات اللي بتتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا من خلال اجراءات فاعله وغير تقليديه تتفاعل الدوله المصريه في اطار توجيهات السيد الرئيس والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باتخاذ اجراءات. البعض من معدوم الضمير اللي بيحاول استغلال مثل هذه الازمه وتوظيفها لصالحه الشخصي دون النظر الى المواطنين والى احتياج المواطنين والى اراده المواطن المصري. الاجراءات بتستهدف مصلحه المواطن المصري. معدوم الضمير او الجشعين او مستغلي هذا الامر في توظيفه لصالحهم الشخصي، الدوله تتخذ كل الاجراءات. جهاز حمايه المستهلك هو احد اجهزه الدوله المعنيه بالرقابه على الاسواق، يعمل بالتنسيق مع كل الاجهزه المعنيه، مع هيئه الرقابه الاداريه، مع جهاز مع الاداره العامه لبحث التموين، مع الرقابه التموينيه والتجاريه. يمكن حضرتك في الصور اللي موجوده دي، ووكر اليوم تم ضبطه في محافظه القليوبيه في مدينه قليوب. رجال التحريات بجهاز حمايه المستهلك رصدوا هذا المكان، بيجمع مستحضرات مغشوشه ومن الكحول والادوات المطهرات وخلافه، تم ضبطه وضبط هذه الكميات. دي كارثه تانية يا فندم، موضوع المستلزمات المغشوشه دي، يعني دي كارثه تانية كبيره جدا، وانا عايز افهم هي مغشوشه بمعنى ايه، يعني ايه كحول مغشوش؟ مغشوش يا فندم مغشوش غير مطابق للمواصفات، بيضاف عليه مواد غير يعني مضره بصحه وسلامه المواطن، وعشان كده الجهاز بيتصدى لكل هذه الامور لانها تتعلق بصحه وسلامه المواطنين. وهناك حملات منتشره على مستوى الجمهوريه، وحضرتك معايا الان في كفر الشيخ ضبط كميه واحد المصانع اللي بتنتج مثل هذه الكميات بدون ترخيص وغير مطابقه للمواصفات. الكميه كبيره يا فندم؟ كميات يا فندم في محافظه كفر الشيخ في احد المراكز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه الفوريه. الموضوع بتاع اليوب ده تم ضبط الشخص والوكر والتحفظ على المضبوطات واحاله الامر للنيابه والتنسيق مع النيابه العامه. هناك اجراءات والقانون به عقوبات رادعه، والدوله ستضرب بيد من حديد من خلال جهود كل الاجهزه. السيد رئيس الوزراء اكد على ضروره اتخاذ اجراءات عاجله وفوريه تجاه كل من يحاول استغلال مثل هذه الظروف. يعني حد في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي حد يتصرف بالشكل ده؟ يعني ليس القانون فقط هو ضد المستغل، المجتمع ضده والمجتمع يلفظه، والتاريخ سيذكره استغلاله لهذا الموقف ضد اهله وضد وطنه في ان هو يستغل مثل هذه الظروف ليحقق ارباح ماديه دون النظر الى مصلحه. ده ايه العقوبات اللي هتنزل عليهم يا فندم؟ اتفضل يا فندم. العقوبات اللي هتنزل عليهم هيبقى شكلها يعني ايه اللي هيحصل فيهم؟ العقوبات يا فندم يعني قانون حمايه المستهلك بيه عقوبات تصل الغرامه فيها الى 2 مليون جنيه
وعقوبات الحبس، هناك عقوبات قاسية تصل إلى الحبس في قوانين الغش التجاري. لن نتردد في اتخاذ أي إجراء يساعد على ضبط الأسواق، حماية حقوق المواطنين، منع الجشعين ومستغلي هذه الأمور من استغلال هذه الظروف. الجهاز يعمل على مدار اليوم وبالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية، لن يهدأ لنا بال إلا بضبط المنظومة والاقتلاع هذه القلة اللي لا تقدر قيمة المواطن المصري. طيب المنتجات المغشوشة دي يا فندم تقريبا هي بتتعمل تحت السلم، يعني بتبقى المصانع بتاعتها حاجات رديئة جدا وفي أماكن رديئة جدا، اللي يشوف حاجة زي كده جنبه قريبة من بيته تحت بيته يبلغ مين؟ ده دور المواطن المصري يا فندم. ده الوعي بقى، ده الوعي اللي احنا بنتكلم عنه. لا يمكن أن تأتي الجهود المؤسسية اللي بتقوم بها أجهزة الدولة بنتائج إيجابية ما لم يكن هناك وعي مجتمعي، ما لم يكن أي حد من أهالينا في كل مكان. الإجراءات دي بتتم عشان صالح المواطن، يبقى أي حد من أهالينا في أي مكان يشوف أي ممارسة سلبية أو أي غش لا يتردد لحظة. الرقم المختصر لجهات حماية المستهلك 19588، أي حد عنده أي معلومة لا يتردد، هتلاقي الجهاز والأجهزة المعاونة بتعمل لضبط هذه المنظومة. فالمواطن ووعيه عليه دور مهم جدا في دعم جهود أجهزة الدولة. طب أنا كمستهلك يا فندم أعرف إزاي لو أنا بشتري الحاجة إن دي مغشوشة أو لا؟ أنا أشتري يا فندم من مواقع، من أماكن الرسمية المعدة لهذا. إذا أشتريها من الصيدلية، الصيدلية عليها رقابة، لكن أروح أجيبها من أماكن مجهولة فبالتالي عشان سعرها قليل أجيب بقى بتبقى مضرة بصحة المواطن وسلامته. طيب دلوقتي نرجع تاني لارتفاع الاسعار يا فندم، لانه الناس اللي بتشيل الحاجه بقى بتخزن الحاجه اللي مش مغشوشه، الحاجه السليمه اللي بتخزنها عشان خاطر ترفع الاسعار، بتعطش السوق عشان ترفع الاسعار بعد كده. قانون حمايه المستهلك يا فندم الماده 8 بتجرم حبس السلع عن التداول، عندنا الماده 8 وفي الماده 10 في قانون حمايه المنافسه، وكل هذه الاجراءات بتتم وهناك تنسيق تام. وتم عمل محاضر في الايام الماضيه لامتناع عن البيع وحبس السلع عن التداول واللي تعطيش السوق واتخاذ اجراءات قانونيه فوريه، والمرحله الايام القادمه ستشهد اجراءات اكثر قوه. ده توجه الدوله، توجيهات السيد الرئيس الدائمه، توجيهات السيد الرئيس الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضروره اتخاذ اجراءات رادعه تجاه كل المخالفين. طيب يعني الحاجة هتبقى في الأسواق إمتى؟ لأنه لحد دلوقتي في مستلزمات مهمة ناقصة في السوق، فهترجع تاني السوق إمتى؟ هناك إجراءات يا فندم بتتم من كل أجهزة الدولة لتوفير السلع، وده محتاج طبعا أهالينا في كل مكان ثقافة الاستهلاك العادل والاستهلاك الرشيد. ده مهم جدا في طبعا، عدم التكالب على شراء السلع بشكل الاحتياطي الاستراتيجي، المخزون الاستراتيجي من السلع بتاخدوا حق غيركم آمن وموجود. التكالب على السلع وشراء السلع بهذه الصورة بيدي فرصة للجشعين ان هم يستغلوا مثل هذا الامر. طب حضرتك شفت الكام يوم اللي فاتوا دول الهجوم اللي حصل على السوبر ماركتات وعلى الاماكن اللي الصيدليات وكذا وكذا، كان فيه هجوم فظيع جدا. انا بقول لحضرتك ده هم مش هتستخدموا الحاجات دي كلها اصلا، يعني مش الشراء العشوائي يا فندم والتصرفات الممارسات السلبية في الشراء بتدي فرصة للتاجر المحتكر واللي بيستغل هذه الظروف. إنما لو إحنا بنستهلك استهلاك عادل ونشتري قدر احتياجنا أكيد هندي أكيد التاجر اللي بيحاول يستغل ده هياخد خطوات لوراء بالظبط أمام وعي المستهلك. بالظبط كده، بالظبط كده، احنا كده احنا اللي بنساعدهم وبنديهم فرصه ان هم يستغلونا، لكن هو حتى لو حصل حاجه السوبر ماركتات موجوده مش هتقفل، والصيدليات موجوده مش هتقفل، والاماكن الحيويه اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها مش هتقفل، فما فيش داعي ان انا انزل اصرف فلوس كتير. وعي المواطن ودور الاعلام ودور كل المواقع في توعيه المواطنين بثقافه الاستهلاك العادل وبالابلاغ عن اي ممارسه سلبيه. طيب السيارات الضبطيه القضائيه يا فندم اللي اطلقها الجهاز عملت ايه، او في حاجات بالفعل تم ضبطها؟ سيارات الضبطيه القضائيه هي فكره مصريه جهاز حمايه المستهلك اطلقها، موجوده وان شاء الله تنتشر في 15 محافظه جديده، ولها دور في مراقبه الاسواق لضبط اي ممارسات سلبيه، وفيها دور لها دور لتلقي الشكاوي والتعامل الفوري
مع الشاكين من خلال غرفة العمليات الخاصة بالجهاز. طيب في أي حاجة تانية حضرتك حابب توضحها للمواطنين؟ أنا بأكد بس على الدور ووعي المواطن. كل جهود الدولة والجهود والإجراءات الاحترازية اللي بتاخدها الدولة لمواجهة مثل هذا الأمر الطارئ، وإن شاء الله يمر بسلام بفضل وعي الشعب المصري وفضل جهود أجهزة الدولة، محتاجة من أهالينا كلنا نبقى عندنا قدر من الوعي. الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت في تعطيل المدارس لمدة محددة، تعليق العمل ببعض الأماكن، تخفيف عدد الموظفين، كل هذه الإجراءات بتستهدف مصلحة المواطن وتستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. لابد أن يكون هناك قدر من الوعي في التعامل مع الواقع. من لديه معلومة عن أي ممارسة سلبية أو عن أي من يحاول الغش أو الاستغلال لا يتردد لحظة في الاتصال بجهاز حماية المستهلك اللي بيعمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة. ممكن تقول الرقم مرة أخيرة يا فندم اللي اتصلوا عليه؟ 19588 يا فندم. 19588 ومكتوب على الشاشة تقدروا حضراتكم تنقلوه. سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، بشكر حضرتك جدا على المداخلة والمعلومات القيمة جدا. طيب